طيب احنا واحد حبيبك قوي وزميلك كان في الملعب وكان من الناس اللي كمان اللي هو كان عنده اصرار وعزيمه وفضل يلعب لحد سنوات طويله. هنسمع هيقول ايه وهتشوف انت وبعدين نرجع تاني. كابتن شطه من النوع الملتزم جدا داخل الملعب، داخل اطار الملعب وداخل الوحده التدريبيه وداخل حياته، ما شاء الله يعني فنيا وسلوكيا اداؤه كان رائع، اداؤه دائما بيحمل صيغه الرجل المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب، بدليل ان كان دائما بيلعب بالرقابه مع فاروق جعفر، فاروق جعفر كان في عزه وكان من اللعيبه المشهوره جدا في مصر، وكان فاروق ده يمكن نادي الزمالك كان يمثل قدر كبير لنادي الزمالك الوحيد اللي كان بيقدر يلعب معاه شطه، لان شطه كان بيمتاز بخفه حركه، عنده رشاقه، عنده مرونه، خفيف جدا وملتزم التزام تكتيكي 100%. فطول ال 90 دقيقه ما كانش فاروق جعفر بيلمس كوره الا في حاجات اللي هي الصغيره، الفاولات، الحاجات الصغيره اللي كده. شطه من النوع اللي برده كان دائما عنده خفه الحركه، لو كان بيسجل جول او احنا بنسجل جول تلاقيه عمل شقلباظات في الهواء، فكان خفيف قوي. حتى هو يمكن شوف خفه الحركه دايما في خفه دمه، يعني في خفه دمه. احنا مره كنا في اوغندا، اوغندا كان في حرب اهليه وكنا نازلين يمكن في حوالي 7 لعيبه في اوضه، انا فاكر كنت انا وشطه ومصطفى عبده والخطيب وكنا وحاسم خالد وناس كتير جدا، كنا قاعدين في غرفه احنا السبعه وكنا حاطين مرتب على الارض، شطه داخل على الدبليو سي قال انا هروح الحمام وهرجع مش عارف ايه، عملنا فيه حركه، قلت له مصطفى اطفي الانوار كلها، رحنا طافيين النور، انا فضلت مستخبي ورا الباب وشطه داخل، رحت ماسك كعب رجله، ما تتخيلش شطه ده عمل جامبنج في السقف وصرخ، وكنا ساعتها في حرب اهليه في بوندا، اما التصريخ والضحك اللي احنا ضحكنا، جه الحرس بتاع الراجل كان قائد الجيش نفس الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه، يا جماعه لو سمحتوا عشان الراجل رئيس الجيش يعني هو اللي نايم في الاوضه، فاتمنى كده ان انتوا تبقوا هادين شويه. كان مواقف من المواقف الجميله، المواقف الجميله ايضا ان دائما شطه في حتى في التقسيمات، حتى في الحاجات اللي كنا بنلعب سمول سايد جيم 4-2، كان بيمتاز دايما ان هو يمكن الحته التكتيكيه دي او حته النهارده الروح كان ممكن يخش جوه الدايره في ثانيه يقطع الكوره لانه خفيف. شط يمكن برضه يمكن كلاعب كوره زي ما قلت لك كان لعيب على قدر المسؤوليه وعلى قدر الالتزام وعلى قدر شخصيته جميله جدا، وما شاء الله فنيا وسلوكيا واداء وحب للنادي الاهلي، بدليل ان حتى يمكن ما خرجش عن النادي الاهلي، ما خرجش عن دائرة النادي الاهلي، اذا كان اشتغل في الاتحاد الافريقي فتره ولكن هو ارتباطه دائما بالنادي الاهلي لحد يومنا هذا، هو ماسك طبعا مدير الاكاديميه للنادي الاهلي، فاتمنى له كل الصحه وكل التوفيق في حياته ان شاء الله مع الاكاديميه. هتقول ايه لحبيبك كابتن فتحي مبروك؟ الصراحه يا كابتن مصطفى اقول لك على حاجه، انا وكابتن فتحي عمرنا ما غبنا من النادي يوم، كل يوم اروح النادي الاقي كابتن فتحي كان معاه مفتاح النادي. كان امين بيه شاعر الله يرحمه يحسن اليه، كان يقول لك ايه؟ يقول لك مصطفى عبده وشطه وفتحي مبروك لازم يروح عشان نقفل النادي. كنا يا مصطفى يعني انا دلوقتي مثلا الساعه 7 رايح اقابله ان شاء الله هناك في النادي. خلي بالك انت مش شفتوش بقالك فتره، ها؟ لا كل يوم امبارح كان معايا. بتلعبوا تنس ولا ما بتلعبش تنس؟ بيلعب تنس انا بتفرج عليه بس بيتغلب. بصراحه بصراحه بيتغلب بصراحه يعني من ايام والده الله يرحمه. الله يرحمه. كان بلعب يعني التنس ده بالنسبه له حياته. طبعا. فانا بقول لك يعني اكتر واحد بقابله في النادي، وحقيقه عشان هو قريب للنادي، بس هو دلوقتي راح اكتوبر، انا برضه قريب للنادي، كل يوم بنروح بنتقابل، السنوات الطويله دي كلها ما قطعناش من بعض، فانا بعتقد انه حقيقه كابتن فتحي مبروك ده من اعز الناس قريبين ليا، لانه حقيقه برضه يعني تزامنا لاعبين وتزامنا برضه في النادي كمدربين.